les débutants, aoula les stagiaires, aoula les personnes les m'adoptent une expérience. Aoula hasan tali t'as peut-être de l'expérience nouvelle. Alors je trouve le fond direct de l'expérience. Le fond direct de l'expérience. Donc qu'il y a un problème via la connexion, ma tu vois je t'ai demandé mais bien ou là. De temps en temps tu as le problème de la connexion t'as t'qtalia. Donc quand tu regardes une caméra inshallah. Alors alhamdulillah كما قلت لك مسيو ياسين اقديم ليكسبيريونس شنو هي عندك بالنسبه لك انت هي اكسبيريونس مثلا وانا كتكون ديجا خدام في ان سوسيتي بوتيتر وي هادي سي اون اكسبيريونس وليني واحد مثلا اللي هو باقي يلاه متخرج ما عندوش اون اكسبيريونس حسب المنظور ديالك دونك اللي تيبان لي انا حسب الاكسبيريونس ديالي ولا حسب ما عملت مع بليزيور ديفلوبور مع بليزيور سوسيتي ليكسبيريونس شنو هي هو انك انت مثلا مي تكون تقرا او قربتي تخرج تصاوب اون ابليكاسيون هذيك لابليكاسيون تحاول تيكسبلوتي فيها كاع لي شي بروميير اكسبيريونس ديالك في اون سوسيتي مثلا تقدر تشوف لو مون دو ترافاي ولا تشوف مثلا لي بروبليماتيك اللي كاينين اون جيستيون ديال شي حاجه مثلا جيستيون فارماسوتيك تمشي تشوف مثلا بروبليم Ok, tu... Donc, ça va une application où, inshallah, tu connais l'offre. Maintenant, chez Société Brat des développeurs avec une expérience, même si vous n'avez pas d'expérience, réussir ou tirer frasque ou haoul dimactique l'application, maintenant, les saouti ou la juge ou le tlata de l'application ou tu seras les hommes l'utilité d'yala ou l'âge saoutia. دونك هنايا غادي يشوفوك بان فريمون عندك ليكسبيريونس راه كاينين دي بيرسون اللي هما عندهم ان اون دو زون تخوا زون ديكسبيريونس في لي سوسيتي ويكونوا قل من واحد اللي هو يلاه تيتخرج يلاه غيتخرج اولا يلاه تخرج يكونوا قل منه علاش لانه هو تيقلب تيقرا تيتعلم تيحاول اكسبلوتي داكشي اللي قرا تيحاول يشوف شي حوايج اللي هما جداد وثاني حاجه اللي تري تري امبورطون باش تاخذ اون اكسبيريونس اللي هي مزيانه هو انك قبل ما تخرج مثلا شوفوا الناس اللي ما باقي ما تخرجوش قبل ما تخرج اشنو غادي دير هو انك دير ان بنش ماركين يعني غدير واحد ليتود دو مارشي هاد ليتود دو مارشي غادي تقول مثلا شنو هما لي سوسيتي اللي تيقبلوا لي ديفلوبر شحال من وحده شحال كاينه من وحده مثلا في رباط ولا شحال من وحده كاينه عندنا في كازابلانكا ولا مراكش ولا نعرف ولا طنجة دونك غادي نسيتي هادو كاع لي سوسيتي اللي كاينين مثلا غنشوف واحد ثلاثة ولا أربعة لي سوسيتي كل وحدة نشوف اشنو تيخدمو باش تيخدمو مثلا واش تيخدمو بجافا جي دو زو واش تيخدمو بالبي اش بي واش تيخدمو مثلا بلا توندونس ديال الويب اللي هو جافا سكريبت افيك لي فريم ورك ديالو واش تيخدمو بالبي اش بي ولي فريم ورك ديالو ولا كان بي اش بي اين فريم ورك بالضبط واش سامفوني ولا لاغافيل ولا الكود اغنيتر ولا زاند الفيول ولا مانا جو سي با دونك الا كنتي فريمون كيلكان لي بغا يديفلوبي دونك نقول بان هاد لي دو سوسيتي هما تيخدمو بالبي اش بي مزيان الوغ واش انا تنعرف دابا البي اش بي بوتيتر شي شويه الوغ اشنو غادي ندير واش هاد لي فريم واش هاد لي سوسيتي تيخدمو بالبي اش بي بيغ اولا افيك لي فريم ورك اوكي دونك الا كانوا تيخدموا بلي فريم ورك غادي نحدد شكون هو الفريم ورك اللي غادي نتعلم ليه اللي غادي نقرا عليه دونك غادي نقولوا مثلا سامفوني الو غادي نمشي نشوفوا دابا سامفوني واش كاينين دي فورماسيون سور انترنيت واش كاينين دي فيديو ودي توتوريو واش كاينين دي بوكان اكسيتيرا ونحاول ندير اون بلانيفيكاسيون ونحاول نقرا الفريم ورك نقراه مزيان ونميتريزيه مزيان ومن بعد نحاول ابليكي داكشي كاع اللي تعلمت نصاوب اون ابليكاسيون ملي نصاوب اون ابليكاسيون نحاول نخدم حتى الديزاين ديالها شي شويه وي ديزاين لي ديفلوبور و لي ديفلوبرز اللي تيتصنتو ليا دابا ركزوا لي ركزوا معاه مزيان راه سي تري تري امبورطون تيقول لك زوقت بيه اوكي دونك لا ماجوريتي ديال لي زونتروتيان اللي غدوزو ان شاء الله لا بروميير رونكونتر ما تدوزوش مع ان ديفلوبور او مع كيلكان اللي هو تكنيسيان ولا انجينيور اللي تيفهم في الدومين ديالكم لا تدوزو مع الار اش مع الريسورس هيومن دونك الا تدوزو مع الريسورس هيومن خصك تقنعها بانك ايفيكتيفمون كاباب انك ديكروشي هاد لوفر مثلا
دونك ملي غتوري هذيك لابليكاسيون توري مثلا اشنو تندير اشنو تنصاوب ويفيكتيمو تنديفلوبي بالفريم ورك اللي تخدمو بها اللي هي سامفوني وتنديفلوبي بدوطخ تخوك اللي هما مثلا لافافيل تنديفلوبي بجي دو زو وعطيك ان اكزومبل ها هي لابليكاتيف اكسيتيرا وريها الديزاين ديالها وريها لي فونكسيوناليتي وغادي تشوف باذن الله غادي تجيب هذيك لوفر غادي تجيب عندك ارغيومونتير شحال ما كان عندك لارغيومونتير غادي تربح لارغيومونتير هو الثقه في راسك المعلومات اللي عندك البنش مارك اللي كنتي درتي وهذه هي ليكسبيريونس راه هذه هي ليكسبيريونس ماشي ليكسبيريونس هو انني نمشي نخدم في ان سوسيتي عام ولا عامين ولا سنين باش نسمي راسي عندي اون اكسبيريونس لا ما نتسناش هذه خاصني نصنع انا ليكسبيريونس راسي الا ما كانتش عندي لوبورتونيتي انني نمشي لان سوسيتي باش ندي ناخذ اون اكسبيريونس نحاول نصنعها اوكي دونك جو بونس راني جاوبتك على لا كيستيون ديالك علاش ما تيقبلوش مثلا الناس اللي ما عندهمش اكسبيريونس سي نورمال لان سوسيتي الفيناليتي ديالها هو غاني دو لارجون il veut gagner de l'argent donc mi tangolo une société donc khassa tarbah flous باش غادي تربح الفلوس غادي تانفيستي فيك انت مثلا انت جيتي مثلا ما عندكش اكسبيريونس مي تنقول انا اكسبيريونس ماشي ما كنتيش خدام في اون سوسيتي لا ما كنتيش كاباب ما كنتيش مثلا عندك مع داكشي اللي هما باش تيخدموا دونك سي تري ديفيسيل انها باش تزعم خاصك انت تزعمها خاصك باغ كونت الا كنتي بروديكتيف راه ما يمكنش اون سوسيتي تتربح من موراك وغتخلى عليك مي غادي نشوفك انا مثلا انا سوسيتي وجيتي لعندي ودرت فيك مثلا ثقه لان قنعتيني في الاول داكشي اللي هضرت لك في الاول قنعتيني دخلتي افيكتيفمون خدمتي مزيان وليتي تديفلوبي مزيان تنربح من موراك فلوس واش انا غادي نقول لك سير ما نقدرش نقول لك سير لا راه انت بالنسبه ليا كنز دونك انايا خصني ضروري ما نحافظ عليك ونخليك خدام معايا ولا طلبتي ليا مثلا اون اوغمونطاسيون انا نعطيها لك لان افيكتيفمون تنربح من موراك راه غانيون غانيون اوكي دونك نتمنى نكون جاوبتك على لا كيستيون ديالك Alors, nous voyons la deuxième question. Non, déjà qu'il y a la diffusion, déjà diffusé la diffusion directe. Je vais partager avec vous le lien. Tu as entendu le lien? Alors, je vais vous dire une chose qui est très très importante. La BD, Iman. Alors, mademoiselle Iman. Normalement, on a des formations gratuites sur la chaîne Diana. On a le travail Diana. On a des formations payantes. Ce ne sont pas des formations Diana. Alors, ce sont des formations comme l'expertise de la symphonie. Il y a 30 heures de formation. Au cours de 100% pratique, faire une expertise. اللي ديجا داروا الفورماسيون تقريبا 40 واحد راه داير لا فورماسيون راه تقريبا حد ديالهم راه خدموا تبارك الله ونتمنى شي واحد دابا الا كان تيسمعنا يطلع يعطينا الراي ديالو في الفورماسيون نتوما دي فورماسيون كراتويت راه تقريبا كراتويت نعطيك ما عرفتش كيفاش تفكروا نورمالمون فورماسيون اللي غادي نقدر نتبعها او ميم طون نقدر نخدم سي سيغ ان شاء الله باذن الله سبحان ما تنقولكش انا غادي تخدم 100% ميم سي كو هذيك الفورماسيون كانت غير غراتويت ودرت فيها غير واحد 37 فيديو مي حاولت انني نعطيكم لو ماكسيموم بوسيبل مي راه كاين باقي ما يدار في لافافيل بالنسبه للسامفوني راني ركزت عليها مزيان باش ايفيكتيفمون الناس اللي غيديروا الفورماسيون غيتخرج على اساس انه ان ديفلوبور كونفيرمي سامفوني لا ميم شوز بالنسبه للانغولار غادي تخرج سي سور تنقول لك هذا باذن الله سبحانه وتعالى انك غتخرج اكسبير ولا ديفلوبور كونفيرمي لا الفورماسيون ديال انغولار راه فيها الاكسبيرتيز انك تخدم انغولار 2 و 4 و 5 او ميم طون مي الان لا اوكي اما فابور راه فابور نورمالمون الثمن اللي كاين في انغولار بشحال دي 150 تما تنعاود نقول لكم بان راه ماشي سي تي فورماسيون عاديه هادي تي فورماسيون اللي تعطيك كوم اون اكسبيرتيس اللي غتولي اكسبير ايفيكتيفمون ان بو بري تقدر تولي ان اكسبير فول ستاك بالنسبه للسامفوني تنعطيك حتى هي ليكسبيرتيس انك باش تخدم ان شاء الله بها اوكي تنعطيك
كما تيقولوا نعطيكم لوب ديال الديفلوبمون. والناس اللي هما ديجا داروا معنا الفورماسيون يطلعوا يقولوا الراي ديالهم هنايا. اوكي الوغ نكملوا لي كيستيون. الوغ بالنسبه لا دوزيام كيستيون كانت على شكون هي الفريم ورك. بالنسبه ليا انايا لا غافيل و سامفونيست لا ميم شوز باسكو سو سون دي فريم ورك لو ما بازي سور لو لونغاج. Par expérience, effectivement, le khadma, yani, un framework qui t'a fait un cadre libre et qui t'a fait un cadre développer des applications kbar, des applications. Mais le problème, c'est que vous avez besoin de vous apprendre la symphonie. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le Maghreb. Les gens du Maghreb, les gens de Tunis, de Jazair ou de France, vous avez besoin de vous apprendre la symphonie. Pourquoi vous avez besoin de vous apprendre la حيت سامفوني ديال فرنسا و لا ماجوريتي ديال لي زاجونس لي كاينين في المغرب اولا لي سوسيتي اس اي و بويسكو لو مارشي ديالنا هو لو مارشي فرونسي هادوك لي سوسيتي هما تي ايبل اوبليجيو على لي سوسيتي ماروكان انهم يخدموا بسامفوني حيت سامفوني سي ان برودوي فرونسي و لي فرونسي تيحماقوا على لي برودوي ديالهم. دونك داكشي علاش دابا لي سوسيتي اللي كاين فهمتي او تيقول لك ضروري خاصك تعرف في السامفوني. دونك و لي زوفر لا ماجوريتي ديال لي زوفر اللي كاينين كلهم سامفوني. دونك ضروري خاصكم تعلموا ليها. الناس اللي تعرفوا لا غافيل غاديش نقول لك غاتجيك سهله, نضحك عليك نقول لك غاتجيك سهله سامفوني. مي نفس لا فيلوزوفي ديال ان في سي سيستيم دو روتاج الموديل مثلا في لاغافي كاين الموديل باغ كونت في سامفوني كاين لونتيتي لا جيستيون دي فورمولير تري كومبليكي او نيفو ديال سامفوني لا فاليداسيون تتكون او نيفو ديال لونتيتي في سامفوني باغ كونت في لاغافي كاين لا فلويديتي انت فليكسيبل دونك يمكن لك تابليكيها فيما بغيتي ماشي بالضبط انا كتابليكيها في لو موديل اكسيتيرا. بون وليني سامفوني تاهي زوينه سامفوني. ديغنييرمون راه خرجت دابا لا فيرسون 4. لا فيرسون 4 باش نقول لكم لا فيرسون 4 سي لا ميم شوز كو لا فيرسون 3.4 هي نيت غير هما ملي تتانستالي ان نوفو بروجي ما تتلقاش فيها لي موديول اللي هما ديجا تيكونوا مثلا تويك اللي هو الموتور دو تومبليت ما تتلقاش فيه لونتيتي ولا الدوكترين ما تتلقاش فيه البروفايلر اكسيتيرا. دوك كلهم هادو سو سون دي موديول اللي اون فوا خاصك تانستالي نوفو باكيج خاصك حتى هما تانستاليهم معاه. باغ كونتخ لا غافيل سي اكستراوردينير. لا غافيل كل اللي كدير بيه شي حوايج واعرين لي باكيج موجودين très rapide, très flexible. L'ORM, l'Object Relation Mapping Dialo, l'Eloquent, très puissant à la doctrine. Ça n'a rien à voir. Moi, je compare la doctrine à l'Eloquent. Ça n'a rien à voir. L'Eloquent, vraiment, c'est un ORM très, très, très puissant. حاجه اخرى اللي تعجبني في سامفوني وما تعجبنيش في لارافيل هو لو موتور دو تومبليت. الموتور دو تومبليت اللي كاين في تويك حسن من البليد وي بار اكسبيريونس حسن منه وفيه با مال دي ميثود دي فونكسيون دي فيتر اللي تيعاونو. بار كونت في البليد نو قليل شي شويه. مثلا نعطيكم غير مثال صغير هو الا اضطريتوا انكم ديكلاريو اون فاريابل في تويك باردون في البليد يعني في لارافيل ما كايناش دروك خاصك الا بغيتي ديكلاري اون فاريابل خاصك ضروري ما دير ان تاغ بي اش بي. بار كونت في تويك وي ايفيكتيفمون يمكن لك ديكلاري اون فاريابل بالتويك. الوغ بالنسبه للثوازيام كيستيون كانت من عند مصطفى بوغي. الوغ لي زافونتاج ديفلوبر فول ستاك اخاي. داكور اخاي مصطفى بوغي واخا كنت قلت لك بان ما غاديش نجاوبك مي غادي نجاوبك لان هاد لا كيستيون تري 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 امبورطونت. الوغ لي زافونتاج دان ديفلوبر فول ستاك فول ستاك الا وصلتي انك تكون فول ستاك دونك فيليسيتاسيون. فول ستاك تكون ايفيكتيمون فول ستاك ماشي ديك السميه ديال فول ستاك. لا فول ستاك شنو هي تو سامبلومون؟ فول ستاك هو انك تكون ان ديفلوبر كابابل انك ديفلوبي اون ابليكاسيون دو ا زد. نعول عليك في الفرونت اند في الباك اند وزيت ان اكسبير اون ديفلوبمون غادي تتكلف بالديزاين تكلف بالفرونت اند مثلا بان فريم ورك
جافا سكريبت، يقدر يكون رياكت جي اس، يقدر يكون انجلر، فيو جي اس، جو سي با، ديفلوبي ابليكاسيون كبار كبار كبار. ونعطيك مثال علاش الثمن غادي يكون عندك، الثمن غادي يكون دونك الثمن ديالك خاصو يكون طالع، ولا يعني خاصك تكون كابابل كومبليمون نقدر نعرفو باللي ان ديفلوبور ولا محترف بروفيسيونيل محترف تو سامبلومون. وانا كان تكون تايق في راسك مثلا، نعطيك ان بروبليم تقدر تحلو، ما ديما ما تكونش خايف. راه كاينين دي ديفلوبور اللي هما افيك اكسبيريونس ديال 10 اون 7 اون 8 اون، تتعطيه بروبليم تبدا يترعد كامل، وراه هو قادر يحلو، غير هو ما تايقش في راسو، ما عندوش دوك لي زوتي، ما عندوش داك النوليدج نيسيسير باش يقدر انه ايفيكتيفمون يحل داك البروبليم. ديفلوبور اللي هو محترف تعطيه بروبليم يقدر يحل لك البروبليم، تعطيه اي بروبليم يقلب لك على لا سوليسيون، ماشي اون سوليسيون، بليزيور سوليسيون. اوكي، الديفلوبر المحترف خاص تكون عنده اون فورس دو بروبوزيسيون، تكون عنده لا فورس دو بروبوزيسيون. من تيجي عندك ان كليون خاص تكون تعرفو بان لو كليون ما تيكونش عارف شنو باغي، تيكون عارف اون غروسو مودو شنو بغا، مي ما عارفش بالضبط شنو، كيفاش ما يكون مثلا هاد لابليكاسيون، ولا يكون هاد كيفاش تكون هاد لابليكاسيون موبيل، ولا هاد لو سيت اكسيتيرا. انت افيك ليكسبيريونس وقتا تما تخدم بزاف خاص تعطيه انت دي بروبوزيسيون، شحال ما كانت عندك لا فورس دو بروبوزيسيون تتكون ان ديفلوبور فريمون كي سو ريسبكت، ان ديفلوبور كي ساكوت، ان ديفلوبور لي يعول عليه، ان ديفلوبور لي هو محترف. اوكي، دونك لا فورس دو بروبوزيسيون او لا كونفيونس دو سوا تري تري امبورطون. و الميزاجور تكون توجور داير الميزاجور، يعني فيما تكون شي حاجه جديده خاصك تعلم ليها، الا ما تعلمتيش ليها غيفوتك التران. راك عارف مود ديفلوبمون غادي بواحد ليكسبونسيون لي اكسترااردينير، يوميا كاينين دي فيرسيون جداد، يوميا كاينين دي فريم وورك، يوميا كاينين دي لونغاج اكسيتيرا. اوكي، دونك بالنسبه للشق الثاني من ديك لا كيسيون ديال حسام ناجي، ممكن تدوي لينا على الفريلانس؟ والفريلانس نخليو ان شاء الله شي فيديو خاص غير فريلانس ان شاء الله. اوكي، alors salam, les deux questions: quelle est la différence entre l'arabe et symphonie? Déjà la dabala hat la di, tout on sait le développement classique des applications et des sites web front and back end, mais comment ou bien quelle est la démarche pour intégrer des nouvelles technologies au Maroc, comment les machine learning, data mining, un système de recommandation, etc. Alors الحاجه واحده اللي غادي نوصيكم على هذه القضيه ديال لي تكنولوجي، ما عمركم تسناو حتى يعيط عليكم ان ريكروتور، اولا تشوفوا اللي كاينين دي زوفر مثلا على داتا ماينين، اولا البيج دي داتا، اولا مثلا الانتيليجنس ارتيفيسيال. ما تسناو حتى يبانوا لكم هاد لي زوفر عاد تقراو هاد الشيء هذا، سيروا قراو وتعلموا، مالكم شنو خاسرين؟ راه كاين شي سيغ اوكي، تعلموا باش ملي تجيك لوبورتونيتي ما تسقلهاش. هذا هو لو بروبليم اللي تتوقعوا فيه. لا ماجوريتي دابا مثلا، لا ماجوريتي شكون اللي كان تيعرف لافيل؟ ربما هذه واحد خمس سنين كنتو تتعرفوا لا تسمعوا به، ولكن ما كنتوش باغي تسمعوا ليه. مي دابا كاينين دي زوفر اللي هما واعرين على لافيل، تسمعوا عليه ولكن ما بغيتوش تقراو عليه. مثلا جي دو زو لا ميم شوز، لي فيرسيون ديالها سبرينغ ستروت GSF, Springfaces, Hibernate, هادو كلهم دي فريمورك اولا دي كومبوزون اللي كاينين عندنا في جي 2 او، مي ما تتبغوش تعلموا لهم حتى تجيكم لي زوفر عاد تنوضوا بدا تقلبوا. لا ميم شوز بالنسبه لسامفوني، شكون اللي كان باغي يتعلم ليها في الاول؟ تقولوا لا وصافي نقراو غير جي 2 او. شوفوا دابا سامفوني شاده لو مارشي توت اونتي. لا ميم شوز اللي طرا ليكم في جافا سكريبت، شكون اللي كان باغي يشوف جافا سكريبت ولا يتعلم جافا سكريبت ولا يشوف فيه تشوفه؟ مي دابا راه جافا سكريبت سي لا توندونس دو ديفلوبمون ويب، دايور ماشي غير الديفلوبمون ويب مي حتى الموبيل، لان كاينين عندنا دي بلاتفورم دي بريد اللي يمكن لك تجينيري منهم لي زابليكاسيون اي او اس، اندرويد، ويندوز فون، تو سامبلومون غير بجافا سكريبت و جي اس مو سي اس اس ولا اتش تي ام ال تقدر تجينيري دي زابليكاسيون تري سوفيستيكي.
اوكي دونك ما تبقاوش تسناو حتى يجيوكم لي زوف عاد تعلموا نودو تعلموا الداتا ماينينغ كما قلت يا استاذ الغراوي المهدي، تعلموا الداتا ماينينغ، تعلموا لانتيليجونس ارتيفيسيال، قراو عليه تقفوا فيه، ولا جاتكم لوبورتونيتي بيان سور غادي تكونوا من الناس اللي هما محظوظين، ماشي من الناس اللي هما محظوظين مي خدمتي ليها، لان ايفيكتيفمون بان لك بان راه هذاك هو لو مارشي اللي جاي وخدمتي ليها تو سامبلومون. اوكي تري بون كيستيون. الوغ خويا اشنو هو احسن كتاب تنصحني به في لاغافيل؟ بغيتي الراي ديالي، احسن كتاب ديال لاغافيل هي الدوكيومونطاسيون ديال لاغافيل. لاغافيل.com ما كاين ما احسن منها، شوف ما كاين ما احسن من هذيك الدوكيومونطاسيون، احسن دوكيومونطاسيون في العالم هي ديال لاغافيل. كاينه لاراكاست حتى هي مزيانه، وكاينه لاشين ديالي حتى هي راه فيها دي زانفورماسيون على لاغافيل اللي غادي يقدو يفيدوك، مي جو بونس انت ديجا تتفهم مزيان في بي اش بي. عبد الله مجيد مبرمج، تتفهم مزيان في بي اش بي تبارك الله عليك، الله يكمل عليك بخير. و بوتيتر كورا دابا دخلتي في تتعلم لاغافيل، الله يكمل عليك بخير. اوكي الوغ بالنسبه لاوميغا الحسين فيو جي اس سليم بي سليم بي اش بي سيكرو فريم وورك، تخدم بلاغافيل في الديفلوبمون ان جينيرال، الالغوريثميك ديك الالغوريثميك انه يحل لي بروبليم بالالغوريثميك ما كاينش. الا تعلمتي مزيان الالغوريثميك ستركتور دو دوني، تعلم لي زوريستيك لي ميتا اوريستيك، قلبوا على لي دو ليك ليكم دابا لي 3 ستركتور دو دوني اون جينيرال و اوريستيك و لي ميتا اوريستيك، تعلموا ليهم هادو غتولي من لي ميور دي ديفلوبر كيما بغيتي تكون، ويب موبيل ديسكتوب داتا ماينين بيك ديت داتا اكسيتيرا. عقلوا عليهم ستركتور دو دوني لي زوريستيك اي لي ميتا اوريستيك، عاد دوز وبدا تعلم لي لونغاج، عاد تعلم مثلا بي اش بي ولا جافا ولا لي فريم وورك اكسيتيرا. الا تعلمتي هاد التخوا الاولين غتكون تري تري بويسون. اوكي الوغ شنو خر قال لك anything to use a generator and be supported in Internet Explorer talking about ECMAScript. شوف ECMAScript هو سيت اون نورم، ECMAScript هي سيت اون نورم كوا على جافا سكريبت باش لي نافيغاتور يقدو يسيبورتيو جافا سكريبت. ودايوغ دابا الحمد لله مي ولات ECMAScript راه ايفيكتيفمون تقريبا كاع لي لي نافيغاتور ولاو تيدعموا كاع لي ميثود جداد وقدام ديال جافا سكريبت، منهم حتى الانترنت اكسبلوري لا فيرسون 11، وحتى الايدج دابا ولا تقريبا بحالو بحال الكروم. وهادشي هذا راجع لا نورم اللي هما كلهم ولاو تيستعملوها اللي هي الايكما سكريبت. لا ميم شوز بالنسبه للتايب، داكشي تخرج دابا التايب سكريبت اكسيتيرا. التايب سكريبت دايوغ سي اون كوش اللي هي فوق جافا سكريبت، راه التايب سكريبت راه جافا سكريبت مي عنده واحد لا كوش سوبيريور اللي تعطيك لا بوسيبيليتي انك ديفلوبي افيك ترانستيباج، يعني دير دي تيب و تيب دي فاريابل بيان سور، و او ميم طون تخدم بلوريونتي اوبجي لي كلاس ليريتاج البوليمورفيزم اكسيتيرا. اوكي دونك نشوفو دوطخ كيستيون عاوتاني، كاين دوطخ بوتيتر غادي نشوف. الوغ دوزيام بوست دونك فاطمه جوب، sachant que j'ai pas l'expérience sauf les stages, merci de me répondre à cette question ce soir. Alors adan jawb karti fatima driouch. OK alors fatima l'oul راه ماشي بالضبط انك تكوني خدامه في اون سوسيتي. اكسبيريونس خلقيها الراس. دابا انت متى تكوني جالسه، دابا انت ما كاين ما يدار مثلا تخرجتي وما كاين ما يدار عندك، حاولي تقراي شي لونغاج جديد او لا فريم وورك جديده، حاولي تصاوبي بهم اون ابليكاسيون، هذيك لازم تكون تتحل واحد لا بروبليماتيك. وقبل ما ديري هذه القضيه هذه حاولي ضروري تشوفي مثلا لا سوسيتي اللي باغا تخدمي فيها، مثلا اللي كنتي باغا تخدمي في بلا ما نقولوا السميه ديالهم، لي سوسيتي راه معروفين. تو سامبلومون واش غادي ديري؟ غادي تشوفيهم اشنو اللونغاج اللي باش تيخدموا، اين فريم وورك تيخدموا بها، حاولي تعلمي لهم ما كنتيش تعرفي ليهم، صاوبي بهم اون ابليكاسيون ولا دو ولا تخوا، وسيري انت دقي عليهم، ديري
et postuler spontanément. C'est les gens qui ont le CV ديالك ou qui ont dit que je ne suis pas prêt à le CV, là, je suis prêt à RH, effectivement. Oui. Tu es prêt à faire le RH ou tu es prêt à faire le RH ou effectivement, tu es prêt à faire le développer le framework ou le langage ou tu es développer le bien ou tu es prêt à un exemple. Je suis prêt à l'applicatif ديالي. Ou حتى la بغيتي تعيطي مثلا على لي زيكسبير اللي عندكم يجيو يشوفوا معايا معاك هاد الفراسك وسوي سيغ يعيطوا عليك بيان سيغ الا كانوا محتاجين ديفلوبور غادي يعيطوا عليك سي سيغ باش نتفاهموا هادو بلا المنطقي واش كاينين عندنا دي سوسيتي في المغرب ديال ديفلوبمون كاينين مزيان واش هاد لي سوسيتي تيخدموا معاهم لي ديفلوبور وي تيخدموا معاهم لي ديفلوبور مزيان لحد الان مزيان واش تي خدموا دي ديفلوبور في دي تكنولوجي واللي هما معروفين مثلا ماشي بالضبط نقول لك قريتوهم في المدرسه على نساو المدرسه ما تنساوش كل شيء راه كاين الانترنيت كاينين لي فورماسيون اون لين كاينين اللي هما غراتويت كما لي بيون راه كاين كل شيء في الانترنيت تبقاوش ديروا الاعذار اوكي دونك غادي تشوفوا مثلا تشوفي الفريم وورك اللي هما باش تخدموا بهم مثلا دوك لي سوسيتي وكما قلت لك غادي تمشي ايتاب بار ايتاب غادي تعلمي ليهم وصاوبي بهم واحد لابليكاسيون ومن تكون لوفر ديالهم ولا كما قلت لك انايا سي لي سبونتانيمون مي كاع الا كانت لوفر تفعلي ليهم وسوي سيغ اي سيغتان كو غادي تمشي وان شاء الله غادي تخدمي راه المشكل هما لي سوسيتي انا تنقول لك دابا انا جو سوي فورماتور في لي سوسيتي راه تيعيطوا لي باش نفورمي لي انجينيور ولي ديفلوبور اون جينيرال راه مي تمشي مثلا تلقاو لي ديفلوبور ما تعرفوش مثلا لا توندونس ديال ديفلوبمون مثلا ما تعرفوش الانغولار سي غار تلقى دي ديفلوبمون مزيان ماشي غير اللي سامع بيه ولا تعرف يقيس بيه شي فيو جي اس لا ميم شوز لارافيل سامفوني دونك هادي يعني حتى هما راه تيقلبوا على دي ديفلوبور اللي هما كاليفيو ما تيلقاو طون سي لو مومون انكم تكونوا دي ديفلوبور كاليفي ديفلوبور كاليفي حاولوا اون فوا مين تخرجوا وكما تنقول انا الناس ديما حاولوا تخدموا اون بغا نقرا لي عزيز انجينيور ولا في او اف بي بي تي ولا في نامبورت كيل كيليكول حاول ندير البنش ماركين ليتود ديال لو مارشي نقرا افيكتيمون باش ننجح باش نشد لو ديبلوم ديالي ولا ني او ميم طون نقرا داك الشيء اللي غينفعني ملي غنتخرج ماشي حتى نتخرج ونتصدم نلقى بان هذوك لي سوسيتي كاملين ما تيخدموش بداك الشيء اللي كنا تنقراو وما تخمدوش ما ديروش بحال النعامه اللي تخشي راسها تحت التراب يتحب ليها راه تخبات لا اوا ما تبقاوش تلومو لي زيكول وين اتفق معكم بان التعليم عندنا ناقص وقديم ايفيكتيفمون ولاني داك الشيء اللي تنقراو راه تنستافدو منه دونك هادشي اللي بغيت نقول لك دونك حاولوا تقراو اون باراليل داكشي اللي كنتو تقراو في ليكول مزيان تيزيد نمي لكم العقل ديالكم ولاني كونوا اذكياء كونوا انتيليجون بغيت نعرف علاش لي سوسيتي ما تيقبلوش لي ستاج عندهم في ديفلوبمون راه كما تنقول لكم راه لي ستاج ميم سي ستاج دابا ولاو دي ستاج تمشيو ان سوسيتي راه سوا بغينا ناخذ ما تنفهمش كاع انا في داكشي اللي تيطلبوا و او ميم طون نمشي وندق عليهم نقول لهم لكم ضروري خاصكم تعطوني ستاج ولا خاصكم تخدموني معكم حيت انا مثلا راني مخرج من تال اي تال ايكول اوكي الوغ شنو قال لي استاذي العزيز وي في ثقيل اونغوجيستري لا فيديو من قبيله اوكي داكور Alors d'autres questions. Alors j'ai un problème avec Eloquent, Flaravel, Hamakni, Kanouhel, Relationship. Ok. Je أسهل من relationship ديال Laravel. غير خاصك تفهمو. فهمو. شي لا فهمتيه راك غادي تميتريزيه مزيان. Ok. حاول تقراه. حاول تقراه مزيان. وراه ساهل ما صعيبش كاين باللانكس 2 كاين الهاز ميني هاز 1 هاز ميني 2 ميني صافي هادشي باين عادي خاصك تفهمو راه هذا هو البروبليم وانا كتفهمو قرا الدوكيومونطاسيون مزيان شوف لي فيديو اللي درت انا على الريليشن شيب تبعهم مزيان وحتى الا ما فهمتيش انا تنوعدك ان شاء الله
من بعد نسالي ان شاء الله الفورماسيون اللي تندير على الانجولار، غادي نحاول ندير لكم اون بتيت ابليكاسيون صغيره غراتويتمون على لارافيل، اوكي، اللي غنكسبورتي فيها الريليشن شيب، لانه ماشي غير انت اللي عندك فيه مشكل، لا ماجوريتي فيه عندهم مشكل، ولكن حيت ما فاهمينوش مزيان. لا ميم شوز سانفونيا، سانفوني باش ندير اون غولاسيون ميني تو وان ولا وان تو ميني او حتى الميني تو ميني، راه خاصني نحدد شكون هي لونتيتي بروبريتير ولونتيتي انفيرس. الا ما حددتهاش راه غنكون بروبليم، وهادشي هذا ما تتعرفوهش حيت ما قريتوش مدرسه وما لقيتوش شي واحد اللي غادي يعلمو ليكم. داكشي علاش انا تنقول لكم مثلا اجيو ديروا فورماسيون عندي وغادي تستافدوا بزاف. سولو الناس اللي تيديروا ديجا الفورماسيون ديال سامفوني او ميم تيديروا الناس ديال اونكولار. الوغ سيل فو بلي بارلي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال، نهضر لكم على لانتيليجونس ارتيفيسيال في هاد لا فيديو. دونك ابخي ان شاء الله je peux ne faire une formation Ionic 3 et nous parler un petit peu des applications hybrides. Ok, d'accord, Inch'Allah. Radin dit comme une formation sur Ionic ou la Xamarin. Tu as comme une idée à Ionic. Ionic, tout simplement, c'est une plateforme qui vous permet de générer des applications mobiles. Tu as basé sur l'HTML, CSS et JavaScript. Ou bien sûr, il y a des méthodes JavaScript, les homotiques de Ionic. اللي تعطيونا لا بوسيبيتي باش نقدروا اكسيديو لي ريسورس ديال الموبيل. كما قلت لكم لا سورتي او لا الكونت بارتي ديال هاد البلاتفورم تجينيري لينا جوج ديال لي زابليكاسيون، تعطيني اون ابليكاسيون اي او اس اون ابليكاسيون. بالنسبه لكزامارين لا ميم ولا لو ميم برينسيپ سوف كو تنديفلوبيو بسي شارب، تنديفلوبيو بسي شارب لو روتور على الكونت بارتي تجينيري لينا ثلاثه ديال لي زابليكاسيون سو ويندوز sur iOS et la troisième sur Android. Mais بالنسبة Windows Phone ديال Microsoft راه صافي الدعم ما بقاش، دونك ما بقاوش يدعموا Windows Phone، دونك سي با لا بين ان كونت برزطو راسكم مع Windows Phone. مي يمكن لكم تخدموا بالكزامارا وتخرجوا بيان سور اون ابليكاسيون كي تكون سور اي او اس والاخرى سور اندرويد. مي تنصحكم بليونيك ان شاء الله، غادي نحاول ندير لكم اون فورماسيون مي غاتكون بيونت sur Ionic. On a été comme l'expertise qui m'a tangolé comme des mains, maintenant on a été comme t'informer comme j'ai dit, on a été comme la formation mais avec une expertise, les tous les comptes comme des développeurs qualifiés, des développeurs qualifiés pour développer ou des plateformes. Il y a la question d'Akhra, un domaine réseau, Brit, Nebda, Dev, Info. شنو من بعد قريتي سي و سي بلس بلس؟ انا نقول لك قبل ما تقرا سي و سي بلس بلس سير حاول تقرا مزيان ستركتور دو دوني وقرا لي زوريستيك اي لي ميتاوريستيك. ديما تنعاود نقولها لكم، الا بغيتو توليو دي ديفلوبور، دي ديفلوبور كاليفي، دي ديفلوبور كي سو ريسبكت، خاصكم ضروري ما تميتريزيو مزيان لي ستركتور دو دوني، لي زوريستيك اي لي ميتاوريستيك. وتنعرفش تنقول مزيان، سير قلبوا في هادشي ولي دكتورون غيعرفوا هادشي اللي تنهضر عليه دابا. الوغ ادونيس لارافيل، بون شوف ادونيس جي اس، الناس اللي تيميتريزيو لارافيل ادونيس غيجيك ساهل، غيجيك تقريبا واحد 70% تقريبا بحالو بحال لارافيل. لافونتاج ديال ادونيس هو انه 100% جافا سكريبت، يعني يمكن لك ديفلوبي بين ابليكاسيون فرونت اند باك اند كلها بجافا سكريبت. وفريمون ادونيس واعر زوين بزاف، وان شاء الله غادي نحاول نبقى نديفلوبي بيه لي زابليكاسيون كبار. هاي دو يو سبيك انجليش؟ اي فروم ايطالي. والناس اللي عندي هنايا كلهم تقريبا دي ماروكان. الوغ كوبول سيل فو بلي، بون كوبول سي ان لونجاج اللي هو قديم، تيكون مع دي بي دابا زدو دوني مبقيتش عاقل عليها مزيان السميه ديالها، دي بي شي حاجه. دونك تيخدمو بيه سيغتو لي بونك بزاف ومطلوب في كازا، دونك دوك لي سوسيتي الكبار ديال كازا راه تيغوكروتيو الناس ديال كوبول. مزيان تا هو الكوبول تعلم ليه، دونك راه تستافد منو بزاف ان شاء الله باذن الله. الوغ الوغ بالنسبه للجي جافا انتربرايز اديشن، من احسن لي فريم ورك اللي هما كانوا كي تون سو جافا، ان فريم سو ريسبكت. يمكن لك
ابليكاسيون اللي هما كبار بزاف بيا ويتي ديفلوبي دي زابليكاسيون اللي هما تري سيكوريزي دونك ضروري متخدم ب جي او او مزيان ها هي واحد الحاجه فكرتيني بوسكو درتي على جافا فكرتيني في لي زابليكاسيون موبيل ديرنييرمون ما عرفتش واش سمعتو بان كاين ان بروبليم ما بين اوراكل و جوجل تعرفوا بان جوجل هو المول هو البروبريتير ديال اندرويد واندرويد اللي بازي سور جافا الوغ ديرنييرمون اوراكل شرات جافا ومن بعد رفعت دعوه على اوراكل على باردون على جوجل قالت ليها دونك خاصك تخلصي ليا السنين كاملين باش استعملتي جافا دونك ربحاتها بيان سور جوجل خلصات ومن بعد طلع ليها الدم ومشات تقلب على ان لونغاج فريمون اللي يقدر ينافس جافا في اندرويد اللي هو دابا سميتو الكوتلان دونك كوتلان فريمون انا قريت عليه زوين بزاف وان شاء الله غادي نحاول ندير لكم عليه انفورماسيون كوتلان ان لونغاج اللي هو تري تري بويسون ان لونغاج اللي هو تري رابيد في ليكزيكسيون ان لونغاج اللي هو تيشبه تايب سكريبت الناس اللي تعرفوا التايب سكريبت راه تيشبه ليه بزاف ان لونغاج اللي هو فليكسيبل بزاف بيرفورمون ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم عليه فورماسيون باش تقربوا ليه وتعرفوا تعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج سمك لكم ديفلوبيو دي ديفلوبيو بي دي زابليكاسيون اندرويد تري سوفيستيكي اوكي الوغ دوتر كيستيون موبيل دونك هادشي كله جاوبت عليه تبارك الله ايوب حمودي الشاف ديالنا الوغ الله يبارك فيك Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Salam, wesh, terti, formation, langage SQL niveau 2 ou la Mazel? Alors, vous êtes intéressé au niveau 2? Alors, je pense que Zaf, avec formation SQL, on a un carré à ma niveau 2, oui. Alors, il y a quand même intéressé Zaf. Mais quand même intéressé Zaf, Python, le marché. Ah, Python. Python. واعر بزاف وهو اللي غيكون الالتيرناتيف ديال لونغاج سي ودايور راه في الامريك في لي زيكول كامل اللي كاين في الامريك كلهم ولاو تيقراو بالبايثون وهنا في المغرب ايفيكتيفمون تيجوني دي فورماسيون تيطلبوا البايثون وواحد فريم ورك بازي سور بايثون اللي هو سميتو تالنت هاد التالنت هو راه مطلوب بزاف في المغرب قراو البايثون راه مهم بزاف وغينفعكم وغادي تلقاو به خدمه ان شاء الله باذن الله ويندوز كوتلن لا هو انا غير نفوار ويندوز مع الكوتلن وي با داكور واخا alors ça n'a rien à voir d'accord bon tiens on attaque bon صافي انا دابا نجيبها لك يلا سير alors بالنسبه للكوتلن ça n'a rien à voir مع الويندوز الكوتلن تديفلوبي دي زابليكاسيون موبيل و الويندوز بون راه كاين في في 3 فيرسيون كاين الويندوز والويب ديف والموبيل ديف الويندوز تديفلوبي بي دي دي زابليكاسيون ديسكوتوب باغ كونت الكوتلان غتبدا ديفلوبي بي دي زابليكاسيون كي تون سو اندرويد واحد الدقيقه الله يخليكم ونرجع question salam wesh talmo java ando chi oui java raha hiya kulha afaq tbarakallah java mkenlek developer biha des applications ila talamti el j2e mkenlek developer biha des desktop yani swing mkenlek developer des applications mobiles bel android etc comment être Comment être un bon web designer front-end et s'il y a des jobs au Maroc? Oui, effectivement, il y a un travail sur le marché de Baklak, les sociétés, les titres beaux, les designers, surtout les designers, les icônes intégrateurs. Je ne sais pas si il y a le front-end, je ne sais pas le front-end plus que le front-end, donc je vais maîtriser. الى هضرتي على الفرونت اند واش تهضر على ان ديفلوبر فرونت اند ولا ديزاينر فرونت اند الا كنتي تهضر على ديزاينر فرونت اند دونك يمكن لك تعلم الديزاين بيان سور فوتوشوب اكسيتيرا اي او ميم طون دير لانتيغراسيون تعرف دير لانتيغراسيون من الفوتوشوب فيغ الاتش تي ام ال سي اس اس
وليني ضروري ما تتعلم لي فريمورك سي اس اس بحال جيت بوست تراب، تعرف الماتيريالي سي اس اس، تعرف الجيت يو اي كيت فرون البولما اي او اي اوتر. دونك هادو ضروري تعلم ليهم الا كنتي بغيتي تكون ديزاينر فرونت اند. الا كنتي بغيتي تكون ان ديفلوبر فرونت اند، هنا ضروري خصك تكون تميتريزي جي كويري، جافا سكريبت، سوا انجولار، سوا في جي اس، سوا رياكت، ولا كنتي تتميتريزيهم كاملين شابو. دونك غادي تولي من لي ميور فرونت اند او ماروك. الوغ تو بريفير سبرينغ. الوغ انتربرايز جافا بين ou Spring. Alors je préfère Spring là on a besoin de développer vraiment des applications ou qui a un bzaf ou qui حل بزاف ديال المشاكل. Alors تكلم لينا على الكوتلين. فات لك الكوتلين كما قلت لكم، كوتلين دابا هو لو لونغاج اللي غادي سيبورتي جوجل في ديفلوبمون سو اندرويد، و سي تان لونغاج اللي هو تيشبه بزاف التايب سكريبت اللي كنت تتميتريزي. التايب سكريبت راه ديجا انا عندي واحد 20 vidéos sur TypeScript et là vous tout le monde. Ah, c'est très simple, c'est très sophistiqué. Quand l'inchallah on va essayer de faire une petite formation gratuite avec comme les fondamentaux de Kotlin. Inchallah on va faire une formation payante là on va voir faire qui va développer des applications mobiles avec Kotlin inchallah. Alors j'espère qu'on j'ai obtenu les questions, les questions de comme ما عرفتش واش باقي عندكم دوطخ كيستيون ولا لا. دونك الا ما كانش عندك دوطخ كيستيون غادي نحاول ندير ريزومي. الوغ بالنسبه للناس اللي هما باغيين يخدموا باقي ما خدموش او لا باقيين تيقراو، دابا راه الوقت ديال لي ستاج، الوقت ديال ديال لي بي اف او. الوغ حاولوا تغتنموا هاد الفرصه هادي وديروا مثلا لو بي اف او ديالكم، ميم سي ما قدرتوش تلقاو ان ستاج، مي حاولوا ديروا البي اف او ديالكم في شي حاجه اللي هي كاينه في سوق الشغل. ديروا ان بنش ماركين مثلا، تقدروا ديفلوبيو دي زابليكاسيون كي تون سو جافا جي 2 او لا بي اتش بي مثلا، لا رافيل او لا سيمفوني. ديفلوبيو دي زابليكاسيون كي تون سو جافا سكريبت مثلا، تعلموا الانجولار راه مطلوب بزاف في المغرب، راه غادي تلقاو خدمه به ان شاء الله باذن الله. انجولار مطلوب بزاف وتنعرف شنو نقول مزيان. لي سوسيتي راه تيقلبوا على دي ديفلوبور انغولار وما تلقاوهمش، راه قلالين بزاف. مي مالوغوزمون كاينين شي وحدين اللي تيعتبروا راسهم تيعرفوا الانغولار مي راه ما تيعرفوش ليه، ومني تيمشي لا سوسيتي تيجلس قدام ان اكسبير راه تيحل وتيرجع ديك الساعه تيدي موراليزا. دونك حاولوا تقراو مزيان هاد هادشي اللي قلت لكم. مثلا هادشي اللي قلت لكم دابا اللي مطلوب بزاف هو جي 2 او. اذا كنتي تديفلوبي سو جافا، بالنسبه للبي اتش بي سامفوني مطلوبه بزاف اكثر من لاغافيل في المغرب، وليني لاغافيل مطلوب اكثر في العالم كامل. واللي حسن انا تنقول لكم لاغافيل حسن من سامفوني، ميم سي ما خاصنيش نقول هاد الهضره هادي حيت كاين شي حوايج اللي هما زوينين في سامفوني وكاين شي حوايج اللي هما خايبين في لاغافيل والعكس فيرس فيرسا. مي كنقطه كراي ديالي الشخصي انا جو بريفير لاغافيل. لا رافيل تكون عندي مثلا اون ابليكاسيون ولا شي حاجه تنخدم بلا رافيل، ما نخدمش بسيمفوني. باغ كونتر عند لي سوسيتي ملي تيبغي اون اكسبيرتيز في سيمفوني با بروبليم تمشي تنخدم معاهم. وكاين دي سوسيتي اللي تيطلبوا مثلا ان فورماتور تمشي تنفورمي لي ديفلوبور في سيمفوني، ما عنديش مشكل. بالنسبه لجافا سكريبت وديما تنقولها لكم، جافا سكريبت سي لا توندونس ديال الويب. الا بغيتي تكون ان ديفلوبور ويب في هذا الوقت هذا والقدام ان شاء الله، تعلموا لي فريم ورك سو جافا سكريبت، انجولار، فيو جي اس، رياكت جي اس، ميت يو ار جي اس اكسيتيرا. هادو سو سون دي فريم ورك اللي هما مطلوبين بزاف في العالم وفي المغرب، تعلموا ليهم. ودايوغ الناس اللي باغيين يتعلموا الانجولار، الا بغيتي تتعلم الانجولار راه عندي اون فورماسيون اون لين اللي هي بيونت والثمن ديالها ما غاليش بزاف، وفيها تقريبا 170 المينيموم، فيها 170 فيديو وفيها 30 ساعه ديال القرايه. وكما قلت لكم ما تنبيعش لكم اون فورماسيون، سي اون فورماسيون بلوس اون اكسبيرتيز اللي تتخليك ايفيكتيفمون تولي ان ديفلوبور كاليفي. اوكي حوايج حدين اخرين اللي بغيت نقول لكم، وانكم تميتريزيو شي شويه ديال الديزاين.
تنلاحظ بان لي ديفلوبور ما تيبغيوش يمشيو شي شويه في الديزاين. دابا خاص تكون ضروري تميتريزي شويه ديال الديزاين، سيرتو الا بغيتي تمشي في الطريق ديال الفول ستاك. دونك ميتريزيو شي شويه ديال الديزاين، ماشي بزاف، مي حاولوا تخدموا بلي فريم ورك سي اس اس بحال جيت بوستراب كونفينيون. ولاني تقريبا هادي عامين هو بيتا، الحمد لله دابا راه ولا ستابل. تعلموا ليه مزيان جيت بوستراب 4، الماتيرياليز ديزاين حتى هو تعلموا ليه مزيان. كاين واحد الفريم ورك اللي تعجبني بزاف ميم سي صغير، سميتو بولما اي او، رياكت جي اس. اوكي فونديشن تا هو مزيان، مي اللي نقول لكم تميتريزيو مزيان هو الجيت بوستراب والماتيرياليز سي اس اس وشويه ديال بوما الا بغيتو. بون هاد لي دول الاولين اللي قلت لكم جيت بوستراب والماتيرياليز سي اس اس هي انديسبونسابل، ضروري خاصكم تميتريزيو. اوكي دونك نتمنى تكون جاوبتكم على كاع لي كيستيون ديالكم. بالنسبه للماسيون ديالي، الوغ بور لو مومون كاينين عندي جوج ديال لي فورماسيون اون لين. كاينه لا فورماسيون ديال سيمفوني، فيها جوج ديال لي بارتي، لا بروميير بارتي على لي فوندامونتو و لا دوزيام بارتي على كومون كريي اون ابليكاسيون دو ا ا زد افيك سيمفوني بيان سور. و تنشوفو فيها بوكو 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 دو شوز اللي غيخليوك انك تمشي تلقى خدمة ان شاء الله. واحد بروبليم اللي بغيت نهضر لكم عليه، لا ماجوريتي ديال لي ديفلوبور تيطيحو فيه، تيمشيو مثلا يبغيو يدوزو لي زونتروتيان تيطيحو فيه، وهو جيت هاب او لا جيت اون جينيرال، جيت سوا جيت هاب سوا جيت براكيت. الوغ جيت خاصكم تميتريزيو، خاصكم ضروري تميتريزيو جيت. وان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم ان فيديو اللي غنعطيكم لي فوندامونتو ديال جيت سو جيت هاب. اوكي دونك جيت تري تري امبورطون خاصكم تميتريزيو، و تنجيت نهضر عليه بيان سور بزاف في الفورماسيون ديال سيمفوني. تنهضر على الفونت اوسوم، تنوريكم كيفاش ديروا تخدموا بلي واي فريم او لا زونين. يعني مثلا ملي تيكون ان كليون، انت تمشي تجلس مع ان كليون باش تقنعو انك تاخذ داك البروجي او لا ديفلوبي ليه داك لو سيت او ديك لابليكاسيون موبيل، تيتسنى منك لي بروبوزيسيون. الوغ انت تقول مثلا بغيت نبروبوزي ليه، ولكن لا بروبوزيسيون ديالي ما غيفهمهاش لان تكنيكمون ما غادي يفهمكش. مي شنو غادي ندير؟ مثلا غادي نصاوب لا ماكيت سو فوتوشوب اكسيتيرا. هذا الا كنتي تميتريزي كما قلت لكم ديزاين مزيان. دونك اش تيوقع ليك؟ تاخد وقت بزاف، دونك تيبان لك بانك تضيع الوقت وما تتربحش فلوس. دونك كاينين دي زوتي اللي هما سميتهم الواير فريم او الواير فريم، اللي هما بالفرونسي تيقولوا له الزونين. دونك هاد لي واير فريم ولا زونين تعطيك لا بوسيبيليتي انك تجلس حدا لو كليون ديالك و دراك اند دروب، يعني جلسي ما يعرفش فرونسي مزيان، دراك اند دروب يعني تجلس هكذا تبقى تحط لي كومبوزون و ميم طون تيشوف وا تيقول لك وي افيكتيفمون هكذا بغيت لانترفاس، هكذا بغيت لاباج داكوي، هادي بغيت هكذا لاباج دو كونتاكت، هكذا كيفاش بغيت لاباج دو سيرفيس اكسيتيرا. دونك هادشي كله تنشوفوه في الفورماسيون ديال سيمفوني، والحمد لله تقريبا راه 40 واحد اللي دار الفورماسيون ديال سيمفوني. كيما قلت لكم راه النص تقريبا كله خدم، اللهم لك الحمد. كاين عاوتاني الفورماسيون ديال انجولار، الانجولار الا درتي فورماسيون ديال انجولار دونك راك تتعلم لا فيرسيون 2 لا فيرسيون 4 لا فيرسيون 5 اون ميم طون، وفيها تقريبا كيما قلت لكم 170 فيديو. حتى هي فيها دو بارتي، لا بروميير بارتي فيها تقريبا واحد 80 فيديو، و لا دوزيام بارتي فيها 90 فيديو. و دونك تشوفوا فيها كاع لي فوندامونتو ديال انغولار، وفيها 3 ابليكاسيون. لا دوزيام بارتي فيها 3 ابليكاسيون، تنشوفوا فيها انغولار، تنشوفوا فيها الفاير باز اللي هي سيت اون باز دو دوني ديال جوجل، تنشوفوا فيها الفاير ستور حتى هي ديال جوجل، تنشوفوا فيها لارافيل كيفاش نديفلوبي اون بي اي بلارافيل، تنشوفوا فيها لي فريم ورك سي اس اس بحال جيت بوستراب ماتيريالي سي اس اس وبولما. تنشوفو فيكتيفمون كيفاش ان ديفلوبر فول ستاك تي ديفلوبي. دونك الناس اللي غادي يديرو الفورماسيون ديال انغولار افكتيفمون تيكون قريب من انه يديفلوبي فول ستاك. و دايوغ غادي في الفورماسيون غادي نشوفو فيها حتى واحد سي ام اس اللي هو سميتو سي ام اس فواياجي كي سو باز سور لو فريم ورك لارافيل، تا هو غادي نتعلمو ليه ان شاء الله. اوكي بور لو مومون راه كاينين عندي 18 مع 19 واحد تيقراو دابا انغولار.
دونك اللي بغى يدير هاد لي فورماسيون هادو مرحبا بيه، نيزيتي با، راه الثمن راه ما غاليش كما قلت لكم. سامفوني الثمن ديالها هو 1850 درهم. الا كنتي باغي دير غير لا بروميير بارتي اللي هما لي فوندامونتو غير 800 درهم، لا دوزيام بارتي اللي فيها لي زابليكاسيون ولا لابليكاسيون كومون كري اون ابليكاسيون دو ا زد، تقريبا الثمن ديال 1000 درهم. دونك لا سوم هي 1850 درهم. وبالنسبه لانجولار درتها رخص، علاش؟ انا غير بغيت نحاول لو ماكسيموم بوسيبل انني نعاون لي ديفلوبور، دونك لان كاين خصص كبير في لي سوسيتي باغيين لي ديفلوبور انجولار، مي مالوروزمون ما كاينش ديفلوبور كاليفي في انجولار. دابا تنحاول ان شاء الله نفورميو دي بيرسون في انجولار، و لا بغيتو ديرو فورماسيون كيما قلت لكم راه 1650 درهم الثمن ديالها، راه كيما قلت لكم فيها 170 فيديو و 30 ساعه ديال الفورماسيون افيك فورماسيون بلس اون اكسبيرتيز. دونك نتمنى تكون جاوبتكم على لي كيستيون ديالكم. كي بوزي كيني الوغ، الا كانوا الناس انتريسي انني ندير دي فورماسيون او لا دي فيديو ان فرونسي، علاش لا؟ دونك الا كانوا الناس بزاف نديرو دي فوت دابا نيت. اللي باغي ندير مثلا دي فورماسيون او لا دي فيديو بالدارجه يديرو 1، واللي باغي ندير دي فورماسيون او لا دي فيديو كاتويت مثلا يديرو، بغاو نديرهم بالفرونسي يدير ايتابي 2، ونديرو ان سونداج. الا كانوا الناس بزاف باغيين ندير لي تيتوريو بالفرونسي، علاش لا نديرو لي تيتوريو فرونسي. دايوغ راه كاينين عندي دايرين ديجا دي تيتو بالفرونسي، وكاين حتى باللغه العربيه كاينه. اوكي، ولاني لاحظت بان الناس تستافدوا بزاف لي تيتوريو اللي تيهضروا تنهضروا بهم بالدارجه عاديه باش الناس يستافدوا. الوغ علاش لي فرونسي تيهضروا باللغه ديالهم ولي زاميريكان تيهضروا باللغه ديالهم، وحنايا ملي تنجيو الفورماسيون؟ ودايوغ كاين ان بروبليم حتى او نيفو ديال لي زونتروتيان، ما عرفتش علاش نمشيو ندوزو لي زونتروتيان بالفرونسي ومن بعد منين تسليو تنبداو نهضرو بالعربيه. اوكي، ان انجليش از بيتر. الو انجليش راه تبارك الله راه موجود لي تيتو، ولا راه كاينين، سير تقلب عليهم في سيغ انترنيت راه كاينين تبارك الله لي سونتين. حتى بالفرونسي راه كاينين دي سونتين، مي العربيه ولا الدارجه ما كاينينش. اوكي، دونك لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على شي موضوع. دونك الموضوع اللي بغيتو نهضروا عليه لا بروشين فوا خليوه ليا في تحت ديال هاد لا فيديو، خليوا لي الموضوع اللي بغيتو نهضروا عليه. دونك ان شاء الله الا كان داك الموضوع اللي فوتيتو بون اللي اختاريتو نتوما، الا كانوا الناس بزاف باغيين نهضر عليه راه غنهضر عليه. اوكي، يلا، كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هاد لا فيديو هذا. دونك حاولوا تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد، الفريلانس نهضروا عليه ان شاء الله من بعد. حاولوا تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد، و بارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا الناس كلهم. اوكي، بارطاجيو لا فيديو. يلا، السلام عليكم. قول لهم باي باي، قول لهم باي، بسمة باي باي، باي باي.